فدلوقتي بقى خلونا نروح لموضوع حلقتنا في السوشيال ميديا، واللي كانت بتتكلم عن برأيك مين يستحق لقب مباراة الزمالك وفيوتشر. تعالوا كده نروح ناخد رأي جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبدأ بسيد فارس الملكي. صباح الخير عليك. بالتأكيد رجل المباراة هو اللاعب الجوكر المجتهد المخلص أحمد سيد زيزو، سبب اختياري ليه لتسجيله الهدف الأول وصناعته للهدف الثاني. بسم الله ما شاء الله عليه، وكل الدعم والتوفيق لنادينا العظيم. زملكاوي وأفتخر، بشكرك جدا. محمود، صباح الخير عليك. كل اللعيبة كانت مميزة وقدموا مباراة كبيرة بالانضباط والتكتيك، وطبعا المدرب ومساعديه والكادر الطبي الدكتور محمد أسامة رائعين جدا. نتمنى عودة المصابين والموقوفين بسرعة، وهذا يعطي للمدرب خيارات أكبر. علاء الدين، صباح الخير عليك. معتمد جمال علشان اتعلم من اخطائه وقريب من اللعيبه، وفضل يتكلم مع اللعيبه اللي ما لعبتش.